يوميا بنتوجه للعمل، جامعة، أماكن تانية كتير، وممكن تكون البشرة خلالها معرضة لكتير من الشوائب، الغبار والجراثيم المختلفة. لهيك تعد عملية التنظيف للبشرة يوميا خطوة هامة وضرورية، خاصة بعد استخدام المكياج أو حتى التعرض للغبار وغيره من العوامل. لكن أيضا المبالغة بتنظيف البشرة ممكن يكون له أثر سلبي وسيء على البشرة. شو هي الطرق الصحيحة للتنظيف؟ وأيضا ما هي المواد اللي لابد أنها تكون موجودة بين أيدينا بالمنزل؟ المعلومة الأكيدة مع ضيفتنا بالاستوديو خبيرة العناية بالبشرة إلين الهامس. صباح الخير. صباح النور، يسعد صباح الجمال. صباحكم، يسعد صباحكم، صباح كل اللي عم يحضرونا هلا. مثل ما قلتي، تنظيف البشرة كتير مهم، لأنه مراية الشخص، يعني وجهه المراية. إذا كانت البشرة فيها مشاكل فبتخلي الشخص يكون عنده ثقة بالنفس أقل من غيره. أكيد. بيكون مزعوج، لأنه هو يعني هي اللي وجه للعالم كلياته. فكتير مهم نحافظ على بشرتنا نظيفة وما فيها مشاكل ونقية ونضرة. ويمكن هوس كل السيدات الكل. والصبايا بشكل ايه. عام هو ايه. العناية بالبشرة بالبشرة والحفاظ على بشرة، بتقلك مثل البيبيات ايه بتزياها تماما. تكون. خلينا نحكي عن أهمية تنظيف البشرة بشكل مستمر، وخلينا نحكي عن يمكن الأخطاء الشائعة بالتنظيف المبالغ فيه. ايه، هلا البشرة في عنا، بنبلش في تنظيف البشرة العادي المنزلي اللي هو الروتيني اللي لازم نتبعه كل يوم، في تنظيف البشرة العميق اللي كل شهر مرة ممكن نعمله، اللي بيروح على المراكز أو المختصين اللي لازم نساويه. هلا التنظيف البشرة العادي بيكون عن طريق استخدام غسول خاص للبشرة اللي بشرتنا، إن كانت بشرة دهنية لازم ياخدوا غسول طيني فيه تركيبة طين، يعني تركيب مايل للطين أكتر لتمتص الدهون المالها فايدة للوجه. إذا كانت البشرة حساسة لازم ياخدوا الغسول اللي فيه تركيبته تابع للماورد للمي أكتر من التركيبات الكيميائية. إن كانت البشرة جافة لازم ياخدوا التركيبة اللي بتكون فيها كريم أكتر تعطي ترطيب للوجه. كانت البشرة عادية يعني مختلطة، بناخذ الغسول اللي فيه فوم اللي فيه رغوة، هاد عادي، هاد لازم ينعمل صبح ومساء. المساء طبعا منشد شوي اكثر لحتى وقت يكون مكياج نشيله، ما ننام. كمان مهم كثير انه ما ننام بالمكياج، لانه البشره بدها تتنفس، وقت تتنفس يعني وما نكون غسلين وجهنا، فمشان هيك بيصير بيطلع حبوب وبيساوي هيك شغله. طيب خلينا نحكي شوي لين اليوم، بكل بيت كل سيدة بتحب تكون خبيرة البشرة الخاصة أكيد. بنفسها، فأنا شو بقول، شو ممكن يكون عندي بالبيت؟ طبعا في كتير سيدات مع التكنولوجيا دائما بنحكي بتفتح وصفات وبتشوف طبعا. وبتشتغل، شي بينفع شي ما بينفع، وهي إذا انضرت أو ما بتنضر لأنه أخدم شي طبيعي. من الطبيعة. خلينا نقول هلأ منك اليوم، أنا شو بقدر أعمل خطوات بالبيت إذا ما عندي لا وقت ولا مساحة أني أروح لخبيرة؟ عندي بيبي جديد أكيد. عم تركض ورا. أكيد، يعني حتى خصوصي المرضعة تتعامل مثل معاملة الحامل، لأنه ما فيها تعمل شغلات زيادة أو تحط تركيبات، فلازم تكون المايلة للطبيعة أكثر. هلأ ممكن مثل ما عم أقول أنه نستخدم غسول، ممكن نستخدم الماورد كتير منيح. هلأ إذا حابة تعمل ماسك، يعني كلاتنا بنعرف أنه فيها مثلا تستخدم ماسك النشا والماورد، هذا كتير إذا كانت البشرة متحسنة أو هي حاسة إنه حابة تفتح، فممكن يفتح الوجه يعطي نضارة كتير حلوة. ممكن تستعمل سكراب اللي هو من السكر، فيها تخلطه مع القهوة، فيها تخلطه مع زيت إذا حاسة بشرتها تنظيف أو شيء. تماما، إذا حاسة بشرتها جافة فيها تخلط مثلا زيت زيتون مع سكر وتفركه على وجهها، بيعمل سكراب يعني ناعم وما بيضر البشرة وما بيأذيها. بس هلا في احيانا اخطاء انه ممكن بشرتنا تكون بتتحسس من شيء، انه يهب وجه اكثر من ما يعني ترجع لكل صبيه وهي شو بتعرف حالها من شو بتتحسس ومن شو بناسبه وما بناسبه. هلا الاخطاء كمان الشائعه انه زياده تنظيف البشره ممكن يساوي جفاف، ممكن يساوي تحسس وتهيج بالبشره، هدول كمان كثير لازم ننتبه لهم.
طيب في كثير من الصبايا والسيدات ومثلنا نحن يمكن متعرض لمكياج بشكل مستمر او يومي ومكياج قوي، يعني انت ما بتكوني حاطه مثلا شيء بسيط لا لانه للشاشه مثلا، وكثير من السيدات بحطوا مكياج بشكل مستمر تمام. بسبب المناسبات او بسبب عملهم. خلينا نحكي عن التنظيف الصحيح للبشره ولقديش فيني حافظ عليها وتكون فعلا هي بشره صحيه. هلا لك شغله انه هلا الموضه صارت المكياج الطبيعي اللي معي لقريب لطبيعتنا ما نغير فيه، ما نغير بوجهنا او بشكلنا، فمهم كثير تنظيف البشره لانه وقت عم نحط فاونديشن او كريم اساس على على بشره تعبانه كثير فيها حبوب عم يطلع كثير بشع، يعني لسه احسن بلا. فممكن يعني الخصوص اللي بيتعرضوا للتصوير للمكياج بشكل دائم بحسوا انه بشرتهم كثير تعبانه، وهذا نتيجه انه هي ما عم تتنفس، ما عم ترتاح، ممكن ما عم ينعمل تنظيف بشره، لانه تنظيف البشره بيحرك الدوره الدمويه بالوجه، وازاله الجلد الميت من على طبقات الوجه بيساعد انه يعني اي كريم بتحطيه على وجهك مغذي دغري بتمتصه البشره وبيفوت لقلبها وبتستفيدي منه، اما وقت نحط كريم ومو عاملين تقشير او تنظيف فهو ما عم نستفيد نهائيا منه. اكيد أيه. يعني كمان خلينا نحكي شوي، لأن اليوم في سيدات مثل ما قلتي بيبالغوا بعملية التنظيف بشكل يومي وأحيانا مرتين وثلاثة باليوم وما إلى ذلك، وممكن يتضرروا أكثر ما يستفيدوا. أيه. أنا إيه ما تبقول أنا لازمني مثلا كل أسبوع ولا كل شهر لازم روح لمركز متخصص يعمل لي هاي الخطوات بشكل أيه. احترافي. أيه. هلأ التنظيف العميق للبشرة بننصحه كل شهر. كل شهر. أيه. هلأ كل شهر يعني للسيدة كيف نحن الخطوات تبعنا بيكون عن طريق إنه البخار، أول شيء بنستخدم البخار، بعده في تقشير المائي اللي هو بيزيل الجلد الميت، الشوائب، الوسخ، المعلقة السوداء العميقة يعني بفوت عميق بالمسامات. أيوة بالمسامات. هذا التنظيف لازم كل شهر. بس بيقول لك البخار بيخلي المسامات مفتوحة تتفتح زيادة. هلا نعمل بعدها هي طريقة لأنه أيوة. نسكرها. في جهاز فيه تبريد بارد. هلا اللي ما عندهم يا فيهم أو اللي عم تعمل بالبيت أو بعد الحمام، أنا بنصحهم دائما إنه تلجة يمرقوها على كل وجههم بتسكر كل المسامات وبتشد الوجه. عرفتي؟ وخصوصا اللي عندهم بشرة دهنية. نعم أي. يعني عم نشوف هلا مرحله من المراحل بالفيديو اللي هي حاليا، خلينا أي. نشرح اكثر عنها هي المرحله. هي المرحله هي تطبيق ماسك على الوجه لازاله الدهون والشوائب، هذا بيتم بعد ما نكون نظفنا البشره وشلنا كل شيء لحتى نحط ماسك يعطينا نضاره حلوه وكريم عم نعمل أساس وفيتامينات. والمساج كتير مهم للوجه، بيروح الستريس، يعني فكرة الضغط والجهد بيعطي دغري، بيولد جلد ميت أسرع من أي حدا تاني. طيب خلينا بالختام نعطي نصائح أخيرة وعامة لكل السيدات اللي ما عندهم وقت أساساً يتوجهوا لمراكز التجميل وما عندهم القدرة أنه فيني من بيتي أنا أعتني ببشرتي وتكون بشرتي جميلة وبموادي الموجودة ضمن البيت. ايه هلا النصائح اللي ممكن أقدمها هي مثل ما قلنا تنظيف الصبح، بتفيق الصبح ممكن تغسل وجهها المساء، إذا كانت عم تعمل رياضة أو عم تتعب أو عم تطبخ كمان لازم تغسل وجهها خلال النهار، الميك اب ما تنام فيه تغسله، في فرشايات هلا جديده نازله بتحطي عليها الغسول، هذا ننصحه بالليل تكون تستخدمه، شوي بتقدر هي تطلع لانه الغسول ما بيقدر يشيل الميك اب وخصوصي اذا كان ل 8 ساعات 9 ساعات 12 ساعه، هذا بيكون ملزق على الوجه تلزيق فمشان تتنفس بشرتها، وهذا اللي بخليها انه ما يطلع لها حبوب وقت تستخدمه على وجهها وبشكل دائري وبنعومه مو بقساوة او بحف، هاد بيأذي البشرة ممكن يساعدها. وكمان كتير مهم تحط كريم مغذي، كريم واقي شمسي مع مغذي كمان، مو ترتيب يعني الصباحي والنهاري صباحي وليلي مسائي مهم. ايه كتير مهم. ويكون كمان الأكل الصحي كتير بفيد للوجه، بيعطي يعني شرب المي اللي ما بنشربه، شرب المي 8 كاسات يعني مينيموم لتشرب مي لحتى يعطي هيك ترطيب ونضاره حلوه. وهي هي يسعد صباحكم. يسعد صباحك خبيره العنايه بالبشره إلينا الهامس، شكرا لوجودك معنا ولهالنصائح الحلوه، ان شاء الله يا رب الكل يكون استفاد ان شاء الله. شكرا لك. اكيد كنا سعيدين بوجودك، شكرا كثير لك وللمعلومات اللي قدمتي لنا اياها اليوم، شكرا كثير لك. شكرا.